العراق يشارك في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بدعوة من قادة الناتو، الحلف الأوسع في العالم الذي يشمل 30 دولة من أوروبا وخارجها، يبدو أكثر ارتياحا في التعامل الأمني مع العراق منذ التغييرات التي أجراها مصطفى الكاظمي وطالت مناصب استخبارية رفيعة في بغداد. يحرص الحلف على التذكير دائما بأن مهمته غير القتالية في البلاد تشمل تدريب القوات المحلية وتقديم الاستشارات العسكرية، إلى جانب رفع مستوى تبادل المعلومات الاستخبارية، وهي إشارة لتزايد ثقة الغرب بالمؤسسة الأمنية العراقية. تؤكد بعثة حلف الأطلسي في العراق أنها ليست بصدد أخذ دور القوات الأمريكية التي تقود التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، إذ يرتبط الوجود الأمريكي باتفاقيات مبرمة مع بغداد للمساعدة العسكرية في مكافحة الإرهاب والتهديدات الإقليمية. في هذه الأثناء يقول قائد القوات الأمريكية الوسطى كينيث ماكنزي في تصريحات تلفزيونية إن قواته ستواصل دعمها لبغداد طالما استمرت التهديدات، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تراجع بروية حجم الوجود العسكري في العراق في ظل تصاعد التوتر في المنطقة وتكرر هجمات الفصائل بصواريخ الكاتيوشا، مراجعة قد تحبط مراهنة الفصائل على إمكانية اتخاذ إدارة بايدن سياسة مختلفة عن سياسة ترامب السابقة. الأكثر من ذلك، في واشنطن أجمع أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس في حالة نادرة على أهمية الضغط على إيران لإيقاف أنشطتها في العراق قبل أي صفقة تتعلق بالملف النووي. 70 ديمقراطيا بجانب 70 جمهوريا من السيناتورات وقعوا رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين تدعوه لاتخاذ سياسة واسعة وقوية تجاه إيران التي تستقبل رسائل تحذير متتالية آخرها نشر قاذفات B-52 في الشرق الأوسط برفقة مقاتلات خليجية، تبدو كأنها نواة لأنشطة أوسع قد تؤدي فيما بعد إلى تنسيق يرقى إلى مستوى حلف لمواجهة التوترات.